كمل. بصير في chaining of network، بس دائما بنضل مرتبطين بالفورن، ما بتصير. طلع انت بتفكر هلا اذا عملنا هون كمان نتورك انتقل الها، فمعناته راح تصير الترانزميشن انكور فورن نيو فورن. لا خلص بتصير بتضل انكور اول مره انكور نيو فورن صار هون، بتصير انكور على النيو هاي اللي صار هون. اوكي ليه؟ مشان نشيل هاي التشين، هاي التشين بتاخرني، فعشان هيك دائما بكون بضل مرتبط في الانكور. واضح؟ فهي اللي بيسموه الموبايل اي بي. فزي ما شفت عنده اكثر من فيتشر، اللي هو هي عباره عن الستاندرد اللي بيستخدمه، بيهمنيش تعرفه. هاز ماني فيتشر ويف سين، اللي هو الهوم ايجنت، الفورن ايجنت، الريجستريشن اللي لازم يتم ريجستريشن، هلا بحكي لك كيف، ما انه ودتنا. وفي الكير اوف ادرس، الانكابسوليشن، الباكيت وذين باكيت، هلا بحكي لك برضو عن هالباكيت وذين باكيت اللي هي طلع. لما بعث الكورسبوندنت بالبيرمننت ادرس للهوم في الاندايركت راوتينج، اندايركت راوتينج، الهوم ايجنت الباكيت ضمن الباكيت، فباكيت ال 186 وحطه في باكيت مشان يحط هون الكير اوف ادرس، فصار باكيت جوات باكيت. اوكي هو حيودي الكورسبوندنت بعد بيرمننت، الهوم ايجنت حيبعث للكير اوف ادرس، فصار عندي تو ادريسز، فمعناته حيبكت الباكيت اللي اجى من الكورسبوندنت ويعنونه بالكير اوف ادرس وبعدين يرسله. فهي معناها. هلا انت هاي المصطلحات لازم تكون عارفها، هوم ايجنت، فورين ايجنت، فورين ايجنت ريجستريشن، هلا بحكي لك اياها، كير اوف ادرس، انكابسوليشن، باكيت وذين باكيت، عشان هيك الانكابسوليشن بيتم. اوكي فبرضه الكومبوننت، الثري كومبوننت ستاندرد اللي هم الاندايركت راوتينج والدايركت راوتينج والايجنت ديسكفري والريجستريشن. اعطيك اياهم كلهم ولا لا؟ بس خليني اشوف اعطيك اياهم ولا لا. هاي الباكيت جوات باكيت. خليني اعطيك هاي الريجستريشن. الريجستريشن هاي بلاش ديسكفري. الريجستريشن مش حكينا انه لما الهوم ايجنت، سوري الموبايل غير من الهوم وصار في فيزيتد، اعطيناه كير اوف ادرس، اعطيناه كير اوف ادرس. هلا لما وافق على الكير اوف ادرس بعث للهوم ايجنت، بعث للفيزيت، سوري الفورين ايجنت، للفورين ايجنت حيخبر الهوم ايجنت، حيروح يخبره يحكي له انه والله اللي عندك عنده بيرمننت، شو رقمه؟ 7، صار الكير اوف ادرس هيك. اوكي؟ مين اللي خالي قبل شوي حكينا؟ الفورين ايجنت. فبيجي الهوم ايجنت بيبعث له ريبلاي، وبيجي الفورين ايجنت بيبعث ريبلاي للموبايل ايجنت مشان يعرف انه تسجل ضمن الهوم ايجنت انه صار عنده كير اوف ادرس. كل ما الموبايل ينتقل لفيزيتد نتورك لازم الفورن ايجنت يقوم في هذا الاشي، واحتمال يكون مش هو اللي يعمل، مباشرة الموبايل يبعث للهوم ايجنت يقول له انا غيرت الادرس تبعي والكير اوف ادرس تبعي، خذه. يصير في نتورك ثاني يحكي له انا غيرت، مش الفورن ايجنت. هاي اللي حكيناها انه ممكن يعملها الفورن ايجنت وممكن يعملها الموبايل اتسل. Once the mobile IP node has received a care of address، لما صار في الفيزيتد نتورك، that address must be registered with the home agent، لازم هذا الادرس عنه يعرف الهوم ايجنت، فلازم نروح نسجل هذا الشيء. لا يا اما بيتم عن طريق الفورن ايجنت يا اما عن طريق الموبايل نود. هاي الريجستريشن لازم تعرفها بصراحه. هلا بالسيلولر نتورك جي اس ام ما بدي اعطيك، ما بدي اعطيك جي اس ام. خلص. هاي التشين اللي كنت احكي لك عنها، سواء كانت جي اس ام ولا كانت موبايل واي فاي، نفس الاشي تطلع من هون لهون لهون. اوكي فكل ما ينتقل بتصير بهالشكل. فالمفروض انه من الهوم نتورك اول مره هون صرنا هيك الاتصال، بعد هيك لما انتقل على نتورك ثاني لازم من الهوم هيك، من الهوم هيك.
اوكي فبيسموها شورتن مالتي ام اس سي تشين مينيمايزيشن. فاحنا بنقلل الباث عن طريق انه مشان ما يصير هيك اذا انتقلت السياره هون مشان ما يصير هيك اوكي يصير اول مره كان هون بصير هيك اتصالنا، ثاني مره صار هون بصير هيك اتصالنا، ثالث مره بصير هيك اتصالنا، رابع مره هيك اتصالنا. اوكي هاي تشين ما بدي اعطيك هاي السلايد. هاي السلايد مهمة ليه؟ لأنها تقريبا بتقارن لك مش إحنا حكينا اللاير بروتوكول اللي هو 5 layers الابليكيشن الترانسبورت النتورك الداتا لينك الفيزيكال. بدك تعرف بالوايرد والوايرلس. هلا عمرك أنت شبكت وايرلس أوكي كنت شابك واير جيت شبكت وايرلس إجا حدا حكى لك معلش روح نزل ابليكيشن ثاني لانه بطل يشتغل عندك هذا الابلكيشن في الوايرلس؟ لا طبعا. طبعا لا ولا لا؟ لا طبعا. لا طبعا اوكي روعه. لا طبعا انت تكون منزل ابلكيشن، الابلكيشنز اللي عندك من من واير لوايرلس ما راح تختلف. طيب الفيزيكال اكيد راح تختلف، انت هون شابك ايثرنت، هون شبكت عن طريق الراديو ويفز ولا شبكه الواي فاي، الفيزيكال راح تختلف كليا، ما اخذناش الفيزيكال احنا. الداتا لينك اخذنا الماك بروتوكول. حكينا بالوايرد نفس هاي اليوم، حكينا ايش الماك بروتوكول بيستخدم في الوايرد. استوتد قالوها كارير سنس مالتيبل اكسس كوليجن ديتكشن، ولكن الديتكشن غير صالح في الوايرلس، فاستخدمنا كارير سنس مالتيبل اكسس كوليجن افويدنس. هاي في فرق بين الوايرلس والواير. بالنسبه للنتورك لاير، نتورك لاير اختلف اوكي كيف؟ قبل شوي حكينا انه انا لما بالواير دائما عندي نتورك وحده ما تميلها اي بي ادرس في نفس السبنت ما تغيرش، روعه ما عنديش مشكله، ما غيرتش مكاني ما تغيرش الاي بي. في الوايرلس اختلف، انا مش دائما في نفس السبنت، فعشان هيك لازم اخذ موبايل اي بي. فالموبايل اي بي اللي اخذته صار في عندي مصطلحات جديده، صار عندي كيرف ادرس، فانا صار عندي تو موبايل. فالنتورك لاير تاثرت اوكي، فعندي الموبايل الاي بي البيرمننت وعندي الكيرف ادرس اللي هو بيدل على مكاني الحالي، والهوم اللي هو البيرمننت بيدل على مكاني الاصلي. هلا هاي بالنتورك لاير، لكن ايش الامباكت اوف موبيليتي في الترانسبورت لاير؟ بحكي لك لوجيكالي لازم الامباكت شود بي مينيمال، لازم يكون قدر الامكان اقل ما يمكن. بيست ايفورت سيرفيس موديل ريمين انشينج، يعني انه بيست ايفورت عاده بحكي لك انه على اي طريقه انا برسل وايرلس ولا وايرد مش لازم تتغير، روعه ما تغيرتش. ايش اللي تغير؟ التي سي بي اند يو دي بي كان دورا اوفر وايرلس موبايل، برضه بحكي لك انه البيست ايفورت اصلا معناها انه يستخدم نفس الانفراستراكشر، فالتي سي بي واليو دي بي نفسهم، لكن ايش اللي تغير؟ البيرفورمانس. من ناحيه البيرفورمانس السيجمنتيشن كل شيء بخص التي سي بي واليو دي بي ما تغير، بس اثر على البيرفورمانس. كيف؟ بحكي لك لما الباكت لوس او الديلي ديو تو بيت ايرور، في عندي كنا نعمل ديسكارد للباكيت ديلي فور داتا لينك ديلي فور لينك لاير للترانسميشن اند هاند اوف. ايش اللي اثر على البيرفورمانس بشكل عام؟ احكي لك هاي شو معناها او اقرا لك اياهم مع بعض واحكي لك اياهم مع بعض. هلا في كان عندي شيء اسمه بيت ايرور لما كنت انتقل بالوايرلس، في كان يصير عندي بيت ايرور، والبيت ايرور عالي لانه في انترفيرنس. البيت ايرور خلى انه الباكيت يضيع. هلا احنا بنعرف انه اذا ما اجى اكنولجمنت على الباكيت معناتها ضاع، واذا ضاع معناته في كونجستشن. ايش راح اعمل لما يصير في كونجستشن؟ هيها تي سي بي انتربريت اللوس اس كونجستشن. احنا متعودين انتم اخذتوا الترانسبورت لاير صار في كونجستشن شو لازم اعمل؟ ريترانسميشن. لا صار كونجستشن شو بعمل؟ اكتشفت انه لوس بدي اعمل ريترانسميشن.
بس شو كنا نعمل مع الريترانسميشن؟ نعمل تخفيض لل كونجستشن ويندو. ايوه ديكريز الكونجستشن ويندو. انا عملت ديكريز الكونجستشن ويندو وما فيش كونجستشن. فانا عملتها وهي مش لازم اعملها. ليه؟ لانه الباكت اللي ضاع ما كانش سببه كونجستشن، كان سببه بيت ايرور. اوكي؟ والبيت ايرور شائعه في الوايرلس، عشان هيك نقصت الكونجستشن ويندو وصرت ارسل بسرعه اقل، فالبيرفورمانس تاثر. اوكي؟ وفي بيصير عندي مشاكل ديلي امبيرمنت فور ريال تايم ترافيك، لانه انا في الريال تايم بيصير في عندي ديلي نتيجه للاخطاء اللي ممكن تصير الجو، لانه انا برسل بالفضاء، فزي ما بنحكي بخار الماء، المطر، الحاله الجويه كلها بتاثر على الترافيك، فعشان هيك بيصير في عندي امبيرمنت في حاله الريال تايم. والاصلا واصلا في الوايرلس الباندويث ليميتد، فهي المشاكل اللي بتاثر. فتطلع كيف التغييرات على اللايرز، الابلكيشن ما فيش، تي سي بي اي بي ما فيش، الموبايل اي بي وكير اوف ادرس، الماك بروتوكولز، والفيزيكال اكيد تغيرت كليا ما خدناهاش، لكن بالنسبه للتي سي بي واليو دي بي تاثرت البيرفورمانس. اوكي؟ وعرفت كيف البيرفورمانس بتتاثر؟ انه عن طريق انه حددنا ضياع الباكت نتيجه لكونجستشن وهم مش كونجستشن. واضح؟ واضح. سؤال؟ هيك بكون انا كملت لكم الماده. دكتور بس معلش ترجع تنزل لنا هذا الشابتر، لانه الشابتر اللي احنا طبعناه القديم اللي كان نازل فيه سلايد زياده، هذا اللي هون. هذا فيه زياده. فيه زياده. هلا بنزل فيه ولا يهمك. ايش في عندكم؟ ايش في عندكم استفسارات؟ اي شيء بدكم اياه انا جاهزه. الله يعطيك العافيه دكتوره. الله يعافيك. الله يعطيك العافيه دكتوره. يعافيكم. ان شاء الله يا رب رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. انت بألف خير. نرجع للجامعة أسرع وقت ممكن. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله كريم. ربنا يحمينا ويحميكم ويسلمنا يا رب الجميع يا رب يا. آمين يا رب. مع خير يا رب. وأي شيء بدكم يا رب الإيميل، وإذا خلال يومين ما وصلك إيميلي أنا برد بنفس اليوم، إذا ما وصلك استخدم الجيميل. أوكي؟ أوكي إن شاء الله. أنا في عندي فين أكثر من غير لبنى، كان ناس ثانيين برضو يوصلني انهم ما وصلوا، فانا مش انا اللي قصرت. بعرف شو المشكله بالايميل، فارسل لي عن طريق الجيميل. يعني بس اسمع يعني. لما تحط خلي العنوان 632 خلي السبجكت بالمسج سي اس 632 34 دكتوره. مشان يلفت نظري، لانه انا الجيميل مش كثير بستخدمه، بس كل يوم بفتحه، بس مش معتمد بالنسبه لي كثير، فمشان احس انه ايميل مهم. اوكي دكتوره، بس كمان لا تنسي تحطي لنا الكتاب.